صباح الخير، نبدأ معكم بفكرة جديدة من أوروسكوب. خلينا نشوف سوا الحظ كيف رح يكون لتوقعات 25 الشهر. جولتنا بتبدأ مثل العادة مع برج الحمل. انطلق بسفرة أيها الحمل مع الشريك لإحدى الدول الأوروبية، وخصوصاً بعد ما مرقت بفترة من الإرهاق والجهد يلي بذلته لإنجاز مشروع العمر. على الصعيد المهني بتكون متوتر ومنفعل، مع أنه عندك الكثير من اللقاءات يلي ممكن تتخذ خلالها قرارات مهنية حاسمة. برج الثور، ما تكون معصب أمام الشريك أيها الثور، فهو ما له ذنب بكل يلي عم يصير معك، وبيحاول كل ما صارت له الفرصة معرفة شو يلي عم يزعجك لمساعدتك. أما مهنياً تتخلص من أزمة مهنية صعبة بسبب سوء تصرف أحد الزملاء تجاه بعض الأمور وإهماله المتواصل للحسابات، الأمر يلي بيخليه يقع بعجز. برج الجوزاء، فرحة كبيرة وانسجام غير متوقع بسبب موقفك من دعم مشروع طرحه عليك الشريك. أما مهنياً بتعيش اليوم تقدم معنوي قوي، وبتتحسن إحدى العلاقات بالزملاء، وبتحسم أمرك إيجابياً، كما أنك بتكسب معركة جديدة خطة بشراسة. برج السرطان، بتكون بعض المشاكل عبء على العلاقة بالشريك، فمن الأفضل أنه تكون أكثر هدوء بتعاملك معه مستقبلياً. أما مهنياً بتحارب بقوة وبشراسة، كما أنك بتواجه بعزيمة وتصميم كبير لتتمكن من تحقيق يلي عم تحلم فيه، وخصوصاً أنه الفرصة متاحة. برج الأسد، جو عاطفي رومانسي أيها الأسد، خالي من كل المتاعب، وما تخاف على العلاقة الجديدة لأنه الانسجام مع الحبيب بأعلى معدلاته. على الصعيد المهني تفادى النزاع مع أحد المسؤولين بعملك أو مع أحدى السلطات القوية والفاعلة، وما تلعب بالنار لألا تحرق حالك وتهدم كل شيء بنيته. برج العذراء، عامل الشريك بلطف ومحبة لتعزيز الروابط يلي بتصب النتيجة لمصلحة العلاقة على المدى المنظور. أما مهنياً بتحصد جهودك المهنية الأموال والأرباح، وبتحقق المشاريع يلي كنت بتحلم فيها من فترة، وبانتظارك فرحة على هالصعيد. برج الميزان، بينك وبين الشريك أسرار كثيرة، وكل ما توطدت العلاقة بيناتكم اكتشفت أمور بتفرحك وبتخليك مرتاح أكثر. أما مهنياً لازم تفتح عينيك لتعرف شو عم بيصير من حولك، وعليك أنه تتمالك أعصابك، فالأضواء مسلطة عليك بقوة. برج العقرب، ما تتوقف على الأمور البديهية أيها العقرب، وحاول تبحث بالجوهر عن كل الظروف يلي أدت لهالوضع اللي أنت عليه. أما مهنياً بتعرف فرص مميزة ممكن تتوفر لك بالقريب العاجل، فاستغلها مثل ما لازم، وبتشعر أيضاً بإيجابية الأجواء وبتحقق أرباح غير متوقعة. برج القوس، باستطاعتك أيها القوس مناقشة المواضيع الحساسة وممكن التفاوض حول نقطة معينة مع الشريك، فبتتوصلوا لقواسم مشتركة بأمور كثيرة. على الصعيد المهني تطورات كبيرة بالعمل وإنجازات تسجل بخانتك، على أنك تتمكن من استثمارها لاحقاً بمسيرتك. برج الجدي، عبر عن مشاعرك للحبيب، فأنت بتعرف مدى تعلقه فيك وحرصه على إسعادك على طول. مهنياً ما تقوم اليوم بأي مغامرات مادية أو طرح أي موضوع للبحث مهما كان مهم ومفيد لإلك، وكون حذر من التقلبات. برج الدلو، تصرف بطبيعتك مع الحبيب وما تتصنع المجاملة والتواضع، وابتعد عن التملق. أما على الصعيد المهني حافظ على خصوصية العمل وأسراره المهنية، لأنه المغردين كتار وأصحاب النية السيئة بيحيطوا فيك من دون ما تعرف. ننتقل لآخر برج معنا لليوم، برج الحوت. بيكون الشريك مهتم فيك جدا، وبيعبر لك عن محبته، وبيسعى لكسب قلبك وممارسة سحره عليك. على الصعيد المهني قضايا مالية واستثمارية وحديث عن مضاربات وتدخل إحدى السلطات بتحديد وجهة مسارك، لكنها ما رح تكون قادرة أن تبعدك. أما مولود اليوم من برج العذراء، أنت شخص محب للجمال والسلام، مرهف بالذوق والتعامل السلس،
بتعرف قيمة العمل لأنك بتكره طلب المساعدات، ولا هيك فأنت دايماً بتبحث عن عمل شريف بيأمن لك المكاسب المالية لتعيش براحة ورفاهية، كما أنك بتحب العدل وما بتنسى يلي عمله عمل خير معك. هيك بتكون خلصت فقرتنا لليوم. أنا بشوفكم بكرة بفقرة جديدة، وهلأ وقفة ومنرجع لـ MTV Alive.